بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل دائما أجمعين مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان نحييكم من جديد مع انطلاقة الفترة المسائية مع أول أيام هذا المهرجان الغالي مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ومع انطلاقة فترة الرموز ونهنئ جميع الفائزين بالرموز بهذا المساء ومع انطلاقة شوطنا الثاني عشر والمخصص القعدان للسن الحقايق لمسافة الأربعة كيلومترات هي الرحلة الحاضرة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات المتواجدة على أرضية وقاع هذا الميدان الباحث عن الانتصار وعن ناموس هذا المسار الجميل. نذكر بأن جائزة المركز الأول سيارة تنتظر الفائز بنهاية هذا التحدي فأتمنى التوفيق والناموس دائما لجميع المشاركين. نتابع البداية ونبحر مع ركب المقدمة ومع المركز الأول من يقود هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة التي لها صولات وإنجازات كبيرة بهذا العالم الساحر عالم الأصالة والتراث. المركز الأول من يقود هذه الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء ويحمل رقم 37 راهي متواجد محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري من يقدم هذا الاسم مع المركز الأول. المركز الثاني نسناس علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري مع المركز الثاني. أما المركز الثالث يتدخل للطام في هذه اللحظات ليتواجد عبد الله بن صقر بن سعيد بن عبد الله الاكتبي مع المركز الثالث. أما المركز الرابع قدم في هذه اللحظات هملول والمملوك لعبد الله بن قضيب بن عبد الله العواني مع المركز الرابع. أما المركز الخامس يتدخل شعار جديد في هذه اللحظات الوسم قادم والمملوك للدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري مع المركز الخامس. النقلة التالية على المركز السادس ليتواجد وسواس والمملوك لسالم بن سعيد بالعديد الاكتبي مع المركز السادس. أما المركز السابع قدوم في هذه اللحظات غازي والمملوك لسعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي مع المركز السابع. أما المركز الثامن من الجانب الآخر يتدخل شعار جديد في هذه اللحظات ليتواجد غيار أحمد بن سعيد بن مطر بن مصبح الاكتبي مع المركز الثامن. أما المركز التاسع الساد قادم والمملوك لسعيد بن علي بن محمد بن علي النيادي مع المركز الثامن. أما المركز التاسع قدوم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الأعزاء الماهر راشد بن علي بن مفتاح الشامسي مع المركز التاسع. والمركز العاشر يتدخل شعار جديد في هذه اللحظات الصيفي متواجد والمملوك لمنصور بن سعيد آل سالمين المنصوري مع المركز العاشر. واختم بالنداء الأول لرحلتي وانطلاقة هذه الأسماء وهذه الشعارات هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء المنعطف الأخير. نتجه في هذه اللحظات بالاتجاه الصحيح بالاتجاه المستقيم نحو خط النهاية ونحو المنصة الرئيسية والمقصورة التي ترحب بقدوم هذه الشعارات وقدوم هذه الأسماء التي تعنت واتت للمشاركة بهذا المهرجان الغالي. والسيارة الفاخرة تنتظر الفائز بالمركز الأول في نهاية هذا التحدي للطام من يغير مع المركز الأول عبد الله بن صقر بن سعيد بن عبد الله الاكتبي مع المركز الأول مع القيادة الأولى يسيطر على زمام الأمور وعلى رحلة هذا المسار الجميل. المركز الثاني قدوم في هذه اللحظات جلمود سعد بن جابر سعد بن جابر المري مع المركز الثاني ولكن يتدخل شعار جديد في هذه اللحظات ليكون حاضرا مشعل جابر بن مبارك بن سالم الزعي مع المركز الثاني. أما المركز الثالث قدوم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الأعزاء هامنون عبد الله بن قضيب عبد الله العواني مع المركز
الثالث. هذه النتيجة، نعود مع المقدمة مع الكيل الأخير، جولة الأوامر وجولة الحركات والتكتيكات والإبداعات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك، يا اللي بتروح، الله الله الله. لا زال الطام من يقود هذه الأسماء، قيادة سليمة، قيادة حكيمة. انفرد بهذا التحدي، بدأ يبعد المسافة، طار بناموس هذا التحدي. للطام يا للطام، عبد الله بن صقر بن سعيد بن عبد الله، الاجتماع المركز الأول مع القيادة الأولى. المركز الأول للطام لا زال مسيطر. بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء الجميل. أشكرك يا أبو صقر على هذا الإبداع الجميل. تهانينا تهانينا، والناموس والانتصار. سلام اللبس السلام، والسلام يتجه إلى مالك للطام عبد الله بن صقر بن سعيد بن عبد الله الكتبي على فوز المركز الأول واقتناص سيارة هذا المسار. المركز الثاني كان وصول جلمود سعد بن جارب سعد المرسان الهادري. أما المركز الثالث كان وصول شاهين علي بن حويل بن مهدي العامر. أما المركز الرابع كان وصول وضاح سعيد بن سليم بن سالمين الوهيبي. والمركز الخامس كان وصول مشاهدينا متابعينا الأعزاء صاحب الرقم 42 مشعل جابر بن مبارك بن سالم الزرعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى. نعود بالتهاني والناموس لمالك للطام عبد الله بن صقر بن سعيد بن عبد الله الكتبي على فوز المركز واقتناص ناموس هذا المسار. التوقيت الزمني لحظة وصول للطام مشاهدينا 5:59، 6 أجزاء من الثانية. تهاني ناموس لمالك للطام عبد الله بن صقر بن سعيد بن عبد الله الكتبي على فوز المركز واقتناص ناموس هذا المسار. المركز الثاني والتوقيت الزمني 6:04، 3 ثواني، 4 أجزاء من الثانية. تهاني ناموس لصاحب المركز الثاني. أما المركز الثالث التوقيت الزمني صاحب المركز الثاني سعد بن مرسان الهاجري يستاهل مالك هذا الشعار. التوقيت الزمني المركز الثالث كان وصول مشاهدينا 6:05، 5 ثواني، 4 أجزاء من الثانية. تهاني ناموس لمالكي شاهين علي بن حويل بن مهدي العامر. تهاني ناموس وتهاني ناموس لجميع الفائزين.